تفنن في طرق القتل ومشاهد صادمة يتعمدها تنظيم داعش للترويج لجرائمه البشعة، فيوما بعد يوم يزداد عنف التنظيم وتخطيه للأعراف والخطوط الحمراء. وها هم أطفال لم تتعدى أعمارهم 15 يعدمون 25 عنصرا من قوات النظام السوري في مسرح مدينة تدمر التي استولى عليها التنظيم المتطرف، حيث بث داعش شريطا مصورا يبين كيفية اقتياد الأسرى من سجن تدمر قبل تدميره إلى المسرح الروماني في المنطقة الأثرية. ووسط عدد من المتفرجين من سكان المدينة قام الأطفال بإطلاق النار على رؤوس الأسرى. وسط بشاعة منظر الشريط المصور تظل مشاهد الأطفال الذين غسلت أدمغتهم الأكثر تأثيرا في العالم، حيث وبجانب استهداف العديد من الشباب والشابات يقوم تنظيم داعش بغسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم للقيام بالأعمال الإرهابية. صغار يلا يا حبايب كل واحد بكرسيه يلا بسرعة. إذن خطورة تنظيم داعش لا تقتصر على التخريب والدمار الذي يمارسه في المدن التي سيطر عليها فحسب، ولا على تدمير النسيج الاجتماعي من خلال القتل والتهجير والطائفية، لكنه يهدف إلى إنشاء جيل جديد متطرف يحمل أفكارا تجعل كل فرد منهم قنبلة موقوتة. مريم قدور، العربية.